Please watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please. هاي. بالحلقة الأولى استقبلنا السيد ناصر نواس وكان لنا الشرف نلتقي ببنته شيخة نواس نائب الرئيس لإدارة علاقة الملاك بشركة روتانا للفنادق وناخد منها مقابلة صغيرة. خلونا نشوف سوا عن شو حكينا. وأنا أشكر ربي إن أعطاني بنت حتحمل نفس الفكر ونفس الهدف ونفس التطلعات اللي أنا أحب أشوفها بالنسبة لشركة روتانا، لأن بالفعل اللي ساعدني كثير إن هي ما شاء الله عندها نفس الشعور ونفس المحبة بالنسبة لهالعمل. لأن الواحد مهم، الإنسان إذا يحب ينجح في عمله لازم يحبه. شيخة، الشيء اللي خليني أنا مبسوط ومرتاح إن هي ما شاء الله تحب عملها مثل ما أنا أحبه. هي تحب الناس مثل ما أنا أحبهم. تحب تخدم مثل ما أنا أحب أخدم الناس. علاقاتها ما شاء الله طيبة مع الكل، مثل ما أنا دائما يعني عملت عشان أوصل لهالمستوى مع الناس اللي أنا أشتغل معاها. ففي أشياء كثيرة بالفعل هي تشبهني فيه، فهذا اللي خليني جدا مرتاح ومبسوط وسعيد. يعني حتى الواحد تعرف بعد فترة من الفترات لازم أيضا يتقاعد، فطبعا لما يكون عنده حد بحل محله بيفرح كثير وبيطمن وبيعرف أن الشيء اللي بداه بيستمر. شيخة، يعني ما بركي بدي أعرف عنك لأنه ما بدي أقول أنه أنت بنته لناصر، لأنه كمان أنت عندك البوست تبعك بالشركة. حضرتك نائب رئيس لإدارة علاقات الملاك. صح، أنت بلشت بال 2018 مزبوط، بس أنت اشتغلت قبل 2018 مش مع روتانا. أنا ما اشتغلت في 2018، أنا بديت مع روتانا في 2011. 2011. I got promoted to this post في 2018. 2018. بس أنت قبل اشتغلت مع غير روتانا. اشتغلت مع KPMG. بس ليه مش دغري بلشت بروتانا؟ مش دغري بلشت بروتانا because KPMG is an international firm. شركة عالمية. وحبيت أني أكون I familiarize myself with an international company. هم عندهم معايير ومقاييس، حبيت تاخذ خبره يعني من عندهم، مقاييس دولي يعني انترناشونال. فعشان شي حبيت اني اشتغل هناك بعد to be independent. عرفت ان I take it the hard way. بتحس انه وقت قررت ترجعي تتركي وتشتغلي مع روتانا، اول شيء كان قرارك ولا كان شوي ما بدنا نقول غصب بس انه من والدك ولا كان انه قراري؟ لا، الوالد هو اللي عرض علي الشيء هذا. طبعا هاي الشيء وايد فرحني اني اكون معه. اكيد حلو، عشان ما احس انه ما احس. اكيد الخوف كان موجود ولين اليوم موجود. بتحس انه بريشر عليك عم تشتغلي مع والدك؟ في بريشر. بريشر بس من الوالد ولا من العالم؟ لا، من اكثر شيء، لا العالم مش كثر الوالد. الوالد طبعا ان هو حملني امانه ووثق فيني وامن فيني،
فعشان شي دائما احب اكون قد الثقه وقد الامانه. هلا انت اكيد قد لانه بسم الله صار لك معهم داخله في السنه ال 11. عيدت العشر سنين طيب جد. بالنسبة لوالدك وقت تكوني بالشغل بتعيطي له بابا ولا بتعيطي له بابا؟ مش انه بيتغير متعود متعودك اعيط له هيك. طيب بتحس انه لانك انت بنته معقول بالشغل مثلا بيقولوا انه لانه بنته عندها مثلا privilege غير عن غيره ولا انه انت بتاخديها يعني you take this for انا بديت من الصفر معاهم. انا ما بديت اعطاني بوست رايت اوي. انا بديت طبعا بيكوز انا مش جايه من هوسبيتاليتي باك جراوند، جايه من فاينانس باك جراوند. تخرجت من جامعه زايد بزنس ادمنستريشن كونسنتريشن فاينانس. اي هاد ا 12 مانث بروجرام وير اي هاد تو اكسبيرينس هاو ا هوتيل اوبريتس، وبعدين أسست إدارة التدقيق الداخلي واشتغلت فيه لمدة 5-6 سنين، وحسيت أنه كان في حاجة أنه يكون في مثل close supervision or close supervision on hotel owners. إحنا كشركة روتانا ندير الفنادق ما نملك، في ناس دائماً يعني يدخل بطون بين الإدارة وبين الملك. ف روتانا هوتيلز بدت من ريليشن شيبس مال الوالد أيام ما كان في الحكومة، وثقته فيهم هي اللي خلته يستمر مثل ما قال لك. ثقة الناس اللي انعطت لروتانا هي اللي خلتنا نوصل النجاح اللي احنا فيه اليوم. فطبعا مش بس شيء، حتى الثقة اللي احنا عطيناها حق الناس اللي اشتغلوا في روتانا من البداية ومستمرين ان هم شغالين في روتانا. الحلو انه اول شيء بيك اسم الله عن جد هيك روح حلوة، واللي يعني يمكن اول شيء هيك بحس واحد شوي رهبة يعني انا هيك حسيته، بس بعدين هو طريقة حكيه وعنده بسيط. غير انه بسيط عنده هيك روح حلوة يعني بس يحكي معك بقربك لإله هيدا شيء كتير حلو. والحبيت فيك انه انت مثل ما قلت بلشت من الصفر واثبتت حالك لتوصلي مطرح ما انت. شيخه شو احلى من الفنادق اللي عندكم اياهم، شو احلى فندق انت بالنسبه لك؟ سعديات. لانه انت كان لك سعديات انا يعني شفته من اتس لايك ا بيبي تو مي، يعني شفته من يوم ما على الخرائط لكونستراكشن لكمبليشن لأوبريشنز، يعني دخلت فيه في أدق التفاصيل. سعديات على فكرة هو نحن مطرح ما نحن هلأ عم نصور هو مزبوط. أنا مش بارم كل فنادق روتانا بس لهلأ أحلى فندق عندي الحمد لله. الحمد لله. شيخة إذا ما كنت عم تشتغلي هلأ بروتانا ما نرجع كثير لورا، يعني حتى نعتبر انه والدك حتى ما اسس كل هيدول، انت لحالك شو كنت بتفكري تعملي؟ يعني بشي مره قعدتي قلتي لو ما بشتغل هالشغله كنت بعمل شيء ثاني مثلا؟ يعني شوف انا وايد احب الهيلث اند ويلنس جنرالي، فيمكن I do something in that field. هيلث اند ويلنس. شو عندك احلى ذكرى اذا بدك تفكري هيك احلى ذكرى عندك اياها بس تفكري شو بتكون؟ لما خلص مشروع السعديات روتانا هي احلى ذكرى عندك هالقد بتحبيه؟ اي حلو. وخاصه لما تشوف تعب كله يعني coming to life بتحس انه عندك نظره مستقبليه غير عن نظره والدك، او يمكن مش ضروري تكون غير، يمكن انه في تطور ولا شيء، بس تقعدي انت وياه تحكوا بتحس انه في عندك اشياء حابه تعمليها للمستقبل؟ شوف ال الهيومن كابيتال وايد مهم بالنسبه لنا في كل شيء نسويه، يعني it's the heart and soul of everything we do. عندك الملاك اللي نتعامل معاهم، التطور اللي احنا فيه، الجروث اللي احنا فيه، هذا كله لو مش
الناس اللي احنا وثقنا فيهم وطورناهم ما كنا بنكون وصلنا اللي احنا فيه اليوم. ومن بعد اقول ثقت الملاك وثقت الاشخاص اللي آمنوا في روتانا من البداية شيء وايد مهم. اللي أنا أقدر أسويه أن يعني I sustain هالشيء و I enhance it in a way by integrating the right technology, using طبعاً technology and enhancing the guest experience and enhancing حتى the operations and making things more efficient and sustainable. حلو هيك واضح انت عم تحكي قد ايه بتحب شغلتك. لو هيك انه على الرايق بس مبين انه عن جد قد ايه بتحبيه هذا شيء كثير حلو. مثل ما قال والدك انه شيخه اللي بيلاقي انت وياه عندكم سيميلاريتي فيها هي انه اثنيناتكم بتحبوا اللي بتعملوه وهذا شيء واضح. ونحب الناس. حلو. نحب الناس. هو احلى شيء عن جد الريليشن. هاي التاتش يعني دائما اقول ان هاي التاتش نو ماتر وات يو هاف هاو ديجيتال ثينجز جيت الهيومن تاتش از سمثينج ذات از نوت ريبليسبل. صح. بما انه عم نحكي عن هذا الشيء قد ايه بتحب السوشيال ميديا يلي هي ديجيتال؟ انا بحب السوشيال ميديا. بتحبي؟ تعرف ليش؟ ليه؟ عشان ات كيبس يو كونكتد. صح. يعني انا عندي اصحاب وايد في السعودية، في الدوحة، في وايد أماكن. ما نعيش في نفس المكان بس اللي خلينا نكون متواصلين مع بعض السوشيال ميديا. صح. أنا في مرة حدا قال لي شغلة كتير حبيتها، قال السوشيال ميديا مثل السي في تبعك، إنه بتفوتي بتشوفي كل شيء عن هذا الشخص من السوشيال ميديا. مزبوط، عن جد كأنه سي في. بتحسي إنه أكيد هي مثل عمل شوية ريبليسمنت يمكن لكتير اشياء، للدعايات، للصحف، للمجلات، لهيدول الاشياء. بس انتو بالشغل مين بياخد القرار اكتر، انت ولا بيك بالنسبة للسوشيال ميديا ولا ولا واحد منكم؟ بالنسبة للسوشيال ميديا it's the relevant it's أمل حرب طبعا. it's او بعد it's a joint يعني هما they're احنا كتيم we like to brainstorm, we like to share ideas and whatever يعني أي شيء يعني ممكن يتطبق يتطبق. طبعاً الـ cost has to be considered, الـ cost and the timing. فبس أمل حرب هي الكل في الكل. يعني أمل أمل موجودة معنا. أمل هي اللي جابتك اليوم. أمل هي اللي جابتني اليوم. يعني أنا بالغلط تعرفت على أمل. أنا حكيت مع جوزيف وجوزيف حولني لأمل. هلأ صرت أنا أصحاب مع أمل أكثر من جوزيف. شيخة بالنسبة بما أنه نحن برنامج سفر، قد ايه بتحب السفر؟ وايد. وين آخر بلد سافرت عليه؟ آخر بلد سافرت عليه تركيا. تركيا. بودرم. شيخة أي بلد حب تسافر عليه بعد ما سافرت عليه؟ آيسلند. عشان I think it's a natural place يعني فيها وايد أشياء طبيعية. الكلايمت بعد فيها وايد ادفنتشرز. فانا احب لما اسافر يكون في ادفنتشر عشان يكون الاكسبيرينس غير. طيب اذا بدنا نقي بلد او مدينه معينه حابه تفتحي روتانا فيه، باي مدينه بتنقي؟ If we think of it operationally it would be London because الناس اللي have الروتانا براند اويرنس معظمهم من الجي سي سي، والناس اللي تروح لندن وايد منهم من الجي سي سي. فهم اوريدي عندهم براند اويرنس او عارفين شو روتانا او عارفين شو يتوقعون من البرودكت نفسه. فبس انا بيرسونلي احب ايطاليا وايد بعد. ف ان شاء الله وان دي. ختاما للاسف يعني بس مثل ما ختمت مع بيك رح اختم معك كمان. شو بتحب تقولي له لبيك؟ اني انا وايد احبه واني انا يعني وايد محظوظه اني قضيت 10 سنين من عمري معه وتعلمت منه وايد. وان شاء الله دائما اكون عند حسن ظنه و يعني ثقته فيني شيء وايد
عزيزة على قلبي. الله يخليكم لبعض. الله يخليك. قلت له له كمان قلت لك الله يخليكم لبعض. مشاهدينا نحن حلقتنا لليوم قسم الانترفيو بيكون خلص. أكيد خليكم معنا لأنه نحن مكافيين رح نعرفكم على البلد الجديد من The Traveler مع زياد. خليكم معنا.